وعن او ونكسن ايان اذن لها اخيارتي يا صاحب هذا هو ذا نغلا سوخدو ميل كستيوة جو كامبا كسو دو هذا واربحين عن كسو قادان انو دولة دالك اريتريا اذا مده دو موحا قيب اي كانو قون ايان هاول غالك عصوب اي لغو وضو اتمس ان او بدلو بيش جينوري لبدا كون ايشان اي لبا تنكا اتوبيا او كا قيلا دامسي ايو وليبا دولة دا مصر كالينتا اي كولي دا هاي ارنتاسي واحيصاد عصوب او عركة كوشري ريسا حيصاد دي هوري اوغا تاقني فرقالينتي دولة دا دالك اريتير اتوبيا اي كو سميسي ارماها قدها اي دالك سوماليا مالين كور واسبتي دي لسودا في افريو طبانكي بيشن اي وحاقاري مغالا دا اسمرايا عاصمة دا دالك اريتيريا بدر عبد الليتي وهو وزير كارمها دبدا الدلكاسي مصر يا وليبا كمال عباس انا هذا عباس كمال او اقاسمها قود اي هيدا سردون كدلكا مصر وحق قصري يوم مدحتو يدا اي مجالا اسمرا كو قابلي كلن ساعدا بدن قاتين وكل شيء مدح وينها دلكا اريتريا اصياس افو ورقي سيدو كلي وحا بدر عبد الليتي او قدوسيي مدحوينه اسياس اف ورقي دمبال او كسيداي ديغيسا دلك مصر عبد الفتاح السيسي وخي كو قران با كو قران كلي او ادغ وا اخريستاي سدا اي قورتي ورباهينتا دلكاسي مصر غارهان ديلي نيوز ايجيبتي شبكه لاغو مغاعابو ورباهينتا دولتا مصر سيدو كلي اي باهينيسو لبدا دينا وها اي كا ودا هادلين وا مصر اي اريتريا اي لبا قودو لماذا قضب وحالات دلك السودان إيا سيدي حلو قره هادين لها لغو ما ديرانين وحال سيلو كلا اي كهب لين حالات ده منطقة ده جيسك أفريكا وحالو بييران إيا فرق قلين تا قاوان اي دولة ده اتقاني راه ده احد قدب كا قاوان واسيدا اي او قرتي ديلي نيوز اجابتي اي اتوبيا كو سمايسي اما كو هايسو اريمه قدها اي دلك سوماليا labada dhinac si qoto dheer ayay arrintan uga hadleen sida ay qortay Daily News Egypt waxana ay hoosta ka wada xariiqeen balay sidii la isaga kaashan laha ka hortaga wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika sidoo kale waxa ay isla qaateen in ay muhiim tahay ama in muhiimad weyn ay siinayaan labada dal مرين بيوت كبدا عس اي باب المندب كاسي او اي هوست كحريقين ان امنيجيس اي اسكا كاشان ايان يسيدي ديب اي اغسو نقون لهايين داق داقاب يدي غنعسيق عالميق اه اي هكت كالقلق لبدا الدل وها اي شيغين ان اي سيوين اساقا حلسار ايان امنيجي قود اي مندقاد ايقا او كاشان ايا دولدة فدرالك اه اي دالكا سوماليا اي صاحب بضوضة و ديلي نيوز ايجبتي وحا قريسة واربحنتان سلو كلا وحا ايليا داهي لبدا الدل وحا موقف عدكا قاتين مدح بناني دا دولد ايو وذا چركا دالكا سوماليا ان او يهي لغو ما حد قدبان وحا اينا سي عد او شاگين انانا اقبلينين او انا مرنبا او غولانينين وحكاستي وحاد قدبكو اه مدني مدى دوليد ايو مدح بناني دا جمهوريات دا فدرالكا سوماليا تاسي او سيدا اي كدو ديان هاد دي اي يعني فرقلين تو سيسو او تهور سيديسا حاسيلوني داري قود او كوباهيسا قدهان با قبالكا تاسي او داوا عيسا دانها دلالك كلا دوان ايه مندقادن كدابن اما با يعني دانها قرن كودا وكوحرين يهي سلو كلا وحا يغونا واربحيناك قري شريرة دلالكو مغا عابو القاهرة او يدونا دينا عيدا شاكتي ان اريتريا مصر يا سوماليا اي سي ودا جير ا اسغا كاشانيان حاسيلونيدا منطقه دغيسكا افريكا يا بدا اسغارهان مريم بيوت كباب المندب القاهره وها اي تي دولته مصر يا سوماليا يا وليبا دلك اريتريا او اه صدح دل او خري دير او تاريخي او كسو دخييو وها هدا ديب او سو نوقنيا انا سو نولانيا
حرير كيسو جيرين كاها اي لاهايين وحانا ارينتاني دب وسوعيليي ايا اي القاهرة ليداهاي فرقلينتا ايا حد قدب كاقاوان اي دولاد دالك ايتوبيا اي كوسا مايساي قران نمادا دالك سوماليا يدو او هشيس لقا شايبات ييتيري مامول قبلايد كا سومالي لان او قيب كاا جمهورية دا فدرال كا سوماليا هشيس كاسي حارانتا واسلا اي القاهرة او قرتي اي وحا او إثيوبيا أو غورانيا لباتن كيلومتر أو بد يبرية أو أي كسر ما يصير إيشو سلك أيضا يوصلوا كله دكت يو كلبا باهي هذا كله وحصلوا كله إلى ده القاهرة سيدا موقت استراتيجية ده إن بدع عس إلى ده أيه وح أي إسكودة إسا إثيوبيا إن أي أويلة تو أكسس وحين شكت إن أنا إثيوبيا قرنين دم عيد الله حديدا مرن أي أمر تبدع عس أو أي عجها جلسة تاسي أو جبيا هم بخطركو أبي تري أمنيجا جودا هم بقبل كا إيو بدع عس إيو بدع عربي وحنا أي لا ده هاي وها حد قدم كلي أهر سيدا يدي بسون ولاين تحديد كي سو جيرين كاها يصدح لدل يضا او وفدiga دالك مسرنا اي او تغيين إريتريا سيدي لبدا دينا اي او غرب استاغي لهايين مدن مدى قران ايو دولين دالك سوماليا او دولد سوماليا اي كدل بطي دالك مسر وحاسلو كلا اي لادا هاي القاهرة اسمرا سيبوهدا اي او سو دويسي وحينا اسمرا حلير قوتا دير او غلال نمولا لادا هاي مقدشو تاريخ دير اي هالكا كشي وحتركي ان اي دولدي سوماليا يعني اوفي دي ساي داد كرير إريتريا مركي اي دقال لميين هادبا وحاليا هاي مركا القاهرة العموم صدح لدل وين اسكاشن ايان او اسكاشي دون والباة ايا اي يالان ايان او اي كودقا قدونا دولد مصرنا وحا اي dowladda dalka Eritrea yaani ugu tagtay oo ula tagtay sidii iskaashigan ay qayb uga noqon lahayd okay hadaba ma ciidama la soo diray bal hadda ay noo dambaysay Ethiopia waxa ay ka tidiye inkasta oo si cad aanu u xaqiijin diblomaasi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo halkan ana magaciisa ka soo gudbinaynin waxa si cad u warbaahinta madaxa banaan ee Daljira TV u sheegay in ay dawladda Soomaaliya dawladda Eritrea horey u weydiisatay ciidamo dawladda Soomaaliya ayaa horey u weydiisatay buuri dawladda Eritrea ciidamo waxa uu sheegay Eritrea iyo Soomaaliya inay yihiin laba dal oo saaxiibtinimo iyo walaalnimo qoto dheer ay ka dhaxayso waxa uu sheegay Eritrea ciidamada ugu badan dalka u soo tababaray Soomaaliya inay tahay kuwa hadda jooga iyo kuwa ku maqan intaba waxa uu sheegay in Eritrea ayna marnaba ku xad gudbaynin qaranimada dalka Soomaaliya dana khaasa oo ay kale dahayna aysan jirin waxa sidoo kale uu sheegay haatan dhaqdhaqaaqyada dawladda Masar waxaan filayaa buu yiri in Masar ay xoojinayso dalabkii hore أي سوماليا وجود بسي دولد إريتريا بعدما أي إريتريا أهي دلق أدونسان دلق كليا أي حديد كاللالي هوري وحو أهام مصر ويوحيالا بدل إسكي كاشن جرين يعني دولد مصر شوغيتان بي كولا يدهي إريتريا مد عيدا مد سردون يوم مد يعني إسكاشيا كالبا حاجة بدا حاجة بيراها inkastoo aan ogeyn babeera ay hadda Eritrea leedahay haddana dalka kaliya ee waxay ahayd si muuqata u jooga Ethiopiana way ogtay waliba saldhigyo maaragtay to ay wada joogan ba jira la yiraahdo ciidamadooda qalabna waa u yaalaaba la yiraahdo laakiin waa taasi waa wax kale okay maadaama marka xidhiirkaas uu jiray Soomaaliyana ay horey uga dalbatay waxa wafdiga dawladda Masar ee ay hoggaaminayaan وسير بدر عبد الله إيو كمال عباس أما عباس كمال وآه تليها سير دونك أي دولة إريتريا كوري حيان كندا دعنا إن دلب كذا
أي سوغد بسو كدبنا قرمدا مدوبة إيه مدوغا أفريكا أي أغلو بنقريسو أما أي أغا أولوليسو دولة دا مصر إيه وليبا دولة دا صوماليا سي أي عيدا مدى دالك إريتريا قيب أغا نقضان إريتريا هوري ما أين شاعنين دالك أم شاعي إنا كقيب قادان يهو مصر يتشبوتي وحالا ربا إريتريا مركا دالك إسدحادين هاي نقض diplomaasiga isla kale waxa uu hoosta ka xariiqay in Soomaalida oo dhan ay wadanaynayaan ba ciidamada dalka Eritrea oo hatta kuwa Masar ay ka aktifsan yihiin waxaana uu ku dooday marka si dhab ah loo hadlayo Eritrea imaashaheeda waxa ugu yacni wanaagsan ee la maqli karo ama la arki karo waayo Eritrea dana gaar ah Soomaaliya kama ay lahayn منا يعني أها دل هذا قيب دلك الصومالية حديد جار الله له أما كوحو جار وصومالية حديد الله له وهو أمسية يقول قرني ماذا الصومالية يشريتان كدولة ماذا الصومالية أو أي واحد بدل وصومرتي مو شو واحد وصومرتي سلوك كله عيدا ماذا ذا يا عيدا ماذا أي صوت تبى برتاي وأكو سلطان قاضي كره أو كولا يعني هول قلي كرا آيه كلا دول ما داما أي اسكو تبابريهين أو أي واحبادا يعني عيدا مدى كلا كلا دولانيا يعني. سيلا درادين دولاد دينو وحي دانين يسابو يلي إما شاها عيدا مدى إريتريا انتا أي دانين يسو إن كبادا كوا مساريدا وحانا روان أي دولاد دا صوماليا إيادو حولان دون تابو يلي دولادها قيبتا كان قونا إيا عيدا مدى بدلي يكوا أدمست هذا بدأ ولد الدلك إثيوبيا محيك تري وزير كوسارة داري ما هدي بدأ وإسنا مالنا ما ذي شلا يا حيد وركوا من سو صار وهاو شيء إن دلالة هي إسكت ضيادة عدو جا إثيوبيا أي ملاجيا أي لا السودان وهانو هاست كحريقي إن أريمها هرو مارينيت إيو قرشياش إثيوبيا أين هكين دونين دلال كست عدو أسمعي walla socodna buu yiri dhaqdhaqaaqyada iyo qorshayaasha cadawgu wado mana aha buu yiri kuwa guuleysan doona oo walla socodna waxaan mar walba ku dadaalaynaa buu yiri arrimaha dalalka dariska ah in lagu dhameeyo wada xaajood miiska dushiisa ah tawa fantin baan filayaa okay hadii wada xajood lagu dhameynayo waxa lagu dhameyn lahaa aniga aragtidayda kuwa badan oo kale oo yaani Ethiopia la soo darsay oo yada gudaheeda iyo dibaddaba laakiin arrintu waxaad moodaa in ay cirka isku shareertay in ay si weyn hadda hawshu isu bedelayso Eritrea Soomaalida wax badan baa kala dhaxeeya xiriirada taariikhiga ah jira iskaashi waxa jira ama waxtar ay dawladda Soomaaliya dadka Eritrea ay u geysatay markii iyagu ay xoroobeen ee ay dal noqdeenna burburkii Soomaaliya shacabkii Soomaaliyeed ee qaxay dalkoodii ahaan baa loogu soo dhaweeyay oo waxa jira meelo badan marka in iyada oo waxyaalahaasi oo dhan la og yahay haddana xaaladda hadda timid Eritrea iyo Ethiopia cadaawad weyn baa u dhaxaysa wax badan bay gudaha dalka Soomaaliya ku dhex dagaalameen iyadoo weliba Ethiopia ciidankeedu uu joogo Eritreaanku marka hadii ay u ogolaadaan midowga Afrika oo iyagu sida aan filayay go'aanka kama dambaysta ale waxa aad loo rajaxayaa in ay ciidamada dalka Eritrea iman doonaan waayo dawladda Soomaaliya danaynaysa sidoo kale Masar ayaa danaynaysa sidoo kale Ethiopia ayaa ka caroonaysa oo ka sii xumaanaysa Soomaaliyana wax kasta oo Ethiopia si carag gelinaya ayaa hadda sameynaysa waayo qofkii farku saaray shan baa la saaray baa leeyahay cid walba oo Ethiopia ay ishayeen Muqdisho ayaa maanta saldhig u noqonaysa sirdoonka Ethiopia waa ogyahay dowladda Ethiopia waa ogtahay yacni cirka soo dibay wey soo dhawaada ayaan leenahay marka ciidamadaasi haddii ay imaadaan iyo haddii kalaba waayo
ده هدي لوا بعضه مصر بكو الله أقولها دم ويانا كوا كلا إيمانه إثيوبيا كوا الله أقولها دم ويانا كوا كلا بدن بتشوبه كوا كلا أو إريتريا أنا أو أن عدنا أو أقولانن أي أي جنا إيمان دونا مركا فجاروه ماشوا دوني بها النقض لكن مهم الدوحة أي تهاي إن دل ولبا أود يتألك أولي يا ساحي بدي وإسكو درسو إثيوبيا أي إنتو كلا إسكو سو درسو een kill kashanaad ama jigjiga iyo hargeysa iyo wixii ay soo chaaba chaabaysan karto haday rabto bay iyo bakool la ku soo darsato halays soo raaco fagaarayaasha markaas de umarayn maayo in dagaal dhacayo laakiin siyaasad umba la isku eriyan doona qoladii ku adkaatana waynu arki doona akhyarta iyo saaxiibada hawada nagala socda warbixintani koobnayd ee ku saabsanayd سورة قلنا ماذا إماشها عيدا ماذا دلك إريتريا أولي بها الدولة دا صوماليا أي داناي نيسو إنتاسي أيان شعر هيران كسو أفجري تاني يسارك مغلدن بي نبدي إيو نولي كولاتي.